بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، مرحب بكم في الفيديو الخامس لنا، نستكمل فيه مع بعض حل الأسئلة الخاصة بكتاب التفوق. نيجي للسؤال رقم 67، جاي بيقول لي كل أجزاء عظمة القص تحتوي على أوعية دموية، كل عظام القفص الصدري مفلطحة. طيب هو هنا بيدور على العبارة من صحيحة ومن خاطئة، أو كليهما خاطئ كليهما صحيح، ونشوف مع بعض. كل أجزاء عظمة القص تحتوي على أوعية دموية، طبعا العبارة خاطئة عندنا. تمام، ليه؟ لأن احنا عندنا الجزء السفلي منها بيكون جزء غضروفي، فبالتالي لا يحتوي على أوعية دموية. طيب الأولى خاطئ، كل عظام القفص الصدري مفلطحة. المفلطحة عندنا بس اللي هي القص نفسه. تمام، لو كان بيتكلم عن القص كنت هقول له تمام، لكن هو بيتكلم عن كل عظام القفص الصدري. القفص الصدري بيشمل القص وبيشمل الضلوع، فبالتالي يبقى العبارة التانية برضو عندنا خاطئة، يبقى احنا هنختار ب. نيجي مع بعض رقم 68، أي المخططات البيانية التالية تعبر عن عدد العظام المكونة لكل من الفقرات التي لا تتصل بالضلوع وسلميات اليد في الإنسان البالغ؟ هنلاقي عندنا عدد العظام المكونة لكل من الفقرات التي لا تتصل بالضلوع. احنا عندنا عدد العظام المكونة للعمود الفقري أو الفقرات عندنا كام؟ هنلاقي الإجمالي عندنا كله 26 عظمة. طيب هنشيل منهم 12 اللي هم المتصلين بالضلوع، اللي هم ده 12 فقرة. تمام، يبقى احنا عندنا العدد الباقي هيكون 14. تمام كده، 14 و12، يبقى انا كده عندي الإجمالي 26. طيب وسلميات اليد في الإنسان البالغ، محددش يد واحدة أو يد يمنى أو يسرى، فبالتالي أنا كده بشمل 2 يد. طيب سلميات اليد عندي في الاتنين ولا في يد واحدة؟ هو هنا يد واحدة، سلميات اليد ماشي، يد يعني كده قصده واحدة بس، سلميات اليد يبقى قصده واحدة. طب السلميات في اليد قد ايه يا شباب؟ يبقى عندنا 14 برضو. تمام كده، لكن لو قال لي كلا اليد يبقى انا هقول 28، يبقى هدور على الضعف. تمام، يبقى هنا لو قصده على سلميات يد واحدة يبقى 14 و14، يبقى الاتنين متساويين، لكن لو كلا اليدين يبقى انا هدور ان الفقرات هتكون عندي النص، الفقرات هتكون عندي النص. ده بالنسبة للعدد. طيب نيجي مع بعض الرقم 69، بنقول مع بعض يا شباب المخطط البياني التالي يعبر عن نتائج تجربة تم إجراءها على جثة ميتة بعد تشريحها لقياس طول الضلوع المكونة لهيكل القفص الصدري. تمام، يعني هو هنا جاب لي طول ضلوع مكونة لهيكل القفص الصدري. تمام، احنا عندنا الضلوع اللي بيكون كبيرة اللي هو الضلع السابع، يعتبر من أطول الضلوع. تمام، الثامن التاسع نفس الوضع. تمام، طب تعالوا كده نشوف الاختيارات ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. الى ما تشير الرموز ا ب ج على الترتيب، ا يعني اطولهم وب اقل، ج اقل. ج لو احنا مثلا كده ممكن يكون ضلع عائم او الضلع الاول، الضلوع العائمه تعتبر اصغر الضلوع. تمام، وبعد منها على طول هنلاقي الضلع الاول. تمام، او الزوج الاول. طيب جاي بيقول لي ا الزوج الاول ما يصلحش، زوج ال 12 برضه ما يصلحش، يبقى انا كده استبعدته. طيب نيجي للخامس، الخامس كبير. حلو، هيكون مين بعد منه؟ هيكون بعد منه الاول والثاني عشر، ده تمام يصلح معايا. لكن لو جينا الخامس والثاني عشر، الثاني عشر عرفنا لسه قايلين من شويه ان هو يعتبر اقصر الضلوع، لان هي مش متصله عندي بالقص من الامام، فبالتالي بقى مستبعده، يبقى احنا هنفضل على جيم بس. طيب نيجي مع بعض بالنسبه للرقم 70، جاي بيقول يتصل الطرف العلوي بالهيكل المحوري، الطرف العلوي اللي هو الذراع، بالهيكل المحوري مباشرة عن طريق عظمة أو عن طريق اتصال مين؟ طبعا عندنا يا شباب احنا دلوقتي بنوصل بالهيكل المحوري، يبقى احنا بنتكلم عن العمود الفقاري أو الجمجمة. طيب أنا الطرف العلوي عندي متصل بمين؟ طبعا مش متصل بالجمجمة، لكن متصل بالعمود الفقاري. طب متصل عن طريق مين؟ هل لوح الكتف بالضلوع؟ لا، مفيش اتصال. اي نعم في اربطه موجوده، تمام، بس مفيش اتصال. طيب لوح الكتف بالفقرات؟ تمام، لا برضو عندنا لوح الكتف ملوش دعوه بالفقرات. الترقوه بالضلوع؟ الترقوه مش متصل بالضلوع، الترقوه متصل عندي بالقص من الاعلى، فيبقى عندنا ده بس اللي اتصله. نيجي مع بعض الرقم 71، جايب لي الشكل التالي يعبر عن جزء من الهيكل العظمي، طبعا ده شايفينه الطرف العلوي، لانسان بالغ والذي يمثل، عايزين نشوف يا ترى امامي ولا خلفي، ويا ترى ايمن ولا ايسر. طيب واحده واحده كده يا شباب، تعالوا نقدر نحدد ازاي منظر العظمه اللي قدام مننا او القطعه اللي قدام مننا من الهيكل العظمي، يا ترى اي اتجاهها او موقعها من الجسم. تعالوا كده واحده واحده، بص الرأس عليه عظمه العضد. تمام،
هتلاقي رأس عظمة العضد في الجانب ده، يعني معناه لوح الكتف عندي هنا في الجزء ده كده، اللي هو العظمة المثلثة بتاعتنا هنلاقيها في الجانب ده. تمام. طيب طالما انت شفت المنظر ده كده، ممكن يكون خلفي وممكن يكون امامي، بس نيجي نشوف بقى مع بعض يا ترى مين اللي بيكون ناحية الداخل. ناحية الداخل بيكون عند الزند. تمام كده. الزند هو اللي عندي داخل. يبقى انا كده المنظر اللي شايفه ده منظر امامي، منظر امامي، يعني كأني ببص لواحد بيبص لي. تمام. طيب يا ترى ده ايمن ولا ايسر؟ لوح الكتف قدام مني. تمام. الزند للداخل، الكعبره للخارج، يبقى ده الذراع اللي قدامنا ده، ده طرف ايمن. يبقى احنا عندنا امامي ايمن طبعا، ده خلفي وخلفي مستبعدين، امامي امامي، ده ايسر وده ايمن، يبقى احنا هنختار باء مع بعض. طيب نيجي مع بعض الرقم 72، الطرف العلوي للزند. ماشي. بتجويف يستقر بين الطوق داخل العضد الساعد محدود الحركه للخلف. طيب لو بصينا مع بعض كده يا شباب، هل العباره صحيحه؟ الأولى الطرف العلوي للزند بتجويف صح ويستقر بين الطوق داخل العضد، مظبوط. تمام. الساعد محدود الحركة للخلف، برضه العبارة عندي مظبوط، يبقى العبارتين صحيحتين. طيب عندي العبارتين صحيحتين وبينهما علاقة، وصحيحتان وليس بينهما علاقة، طبعا في صحيح وخطأ ده هنستبعدهم خلاص. طيب صحيحتان، هل بينهم علاقة؟ احنا بنتكلم عن الساعد والحركة بتاع الساعد والزند. تمام. فبالتالي يبقى احنا بنتكلم عن نفس القطعة العظمية او نفس المنطقة، فبالتالي يبقى العبارتين بينهم علاقة. طيب نيجي مع بعض عندنا، وغير كده يا شباب الجزئية بتاعت النتوء، ان انا عندي النتوء اللي موجود في قلب العظمة. تمام. اللي هو التجويف اللي موجود في قلب عظمة الزند ده اللي بيستقر فيه رأس عظمة الايه او النتوء الداخلي بتاع العضد. فلما بيستقر فيه كده، الجزء اللي موجود هنا ده بيحد الحركه، بيمنع ان الذراع يرجع معايا للشكل ده كده، او يرجع بايه بشكل عكسي. طيب نيجي مع بعض بالنسبه لرقم 73، ده بيقول لي كل مما ياتي صحيح بالنسبه للترقوه مع ده. تمام. الترقوه كل دول صح مع ده. تشارك في مفصل الكتف، تشارك في مفصل الكتف، مفصل الكتف بين مين ومين يا شباب؟ مفصل الكتف، خدوا بالكم عشان بنقول مع ده، مفصل الكتف بين عظمة الكتف والعضد بس. طب الترقوة؟ لا، متصلة بالنتوء بتاع عظمة لوح الكتف. تمام. فبالتالي دي مستبعدة معانا. طيب عظمة طويلة، ماشي، بنعتبر الترقوة بتاعتنا طويلة، أكثر عرضة للكسر، برضو عندنا معرضة للكسر، اتصل بالهيكل المحوري، متصل عندنا برضو بالهيكل المحوري من خلال عظمة القص، فبالتالي يبقى كل دول صح، لكن عندنا بالنسبة لمفصل الكتف لا. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 74، إذا كان رقم ترتيب أصغر الفقرات العجوزية في العمود الفقري هو س، العجوزية رقمه س، حلو، اللي هو ترتيب أصغر فقرة. طيب أصغر فقرة عندنا اللي هو رقمها كام يا شباب؟ لو احنا جينا مع بعض، احنا عندنا 24 نهاية الفقرات المتمفصلة، واحنا عندنا دي 5، يبقى رقمها 29. تمام. يبقى الرقم بتاعها عندنا اللي هو كام؟ 29. فإن عدد عظام الطرف العلوي واحد، طرف علوي واحد، طرف العلوي أو السفلي أيا كان، أي يمين يسار، طالما احنا بنتكلم عن واحد 30. طيب جاي بيقول دلوقتي إذا كان ده بسين، يبقى احنا عندنا دلوقتي الطرف العلوي ايه؟ 29 مع واحد، عايزين نضيف عليها واحد، يبقى س زائد واحد، يبقى س، لان س ب29 هنضيف عليها واحد عشان تصبح عندي ب30. طيب نيجي مع بعض بالنسبه للرقم 75، اي الاشكال التاليه او الاتيه تمثل منظر خلفي لعظام الكتف الايسر؟ طيب واحده واحده، اتفقنا مع بعض في الصوره دي قبل كده يا شباب، شفناها مع بعض، لما اشوف الخط اللي موجود ده اعرف ان ده منظر خلفي، البروز اللي موجود اللي بتدينا النتوء اللي بيبقى طالع في لوح الكتف ده، لما اشوف الخط بتاعه هنا يبقى انا ده منظر خلفي، يبقى انا ده استبعدت الشكلين دول. تمام كده، لان دول مناظر ايه؟ اماميه. طيب مين فيهم ايسر؟ شوف انت عندك كتف اهو، كتف اهو، ها تخيل كده ان انت بتبص لواحد من ظهره، مين في دول الظهر؟ مين الخلفي في دول؟ ها رايك ايه، باء ولا باء ولا دال؟ انا هقول دال، لا هي باء يا سيدي. تمام. يبقى احنا عندنا الايسر هيبقى ايه؟ باء، لكن الايمن هيبقى دال. نيجي مع بعض بالنسبه لرقم 76، اي العبارات التاليه صحيحه عن الجهاز الهيكلي في الانسان؟ صحيحه، ايوها صحيحه، يعني عندنا واحده بس اللي صح. طيب نشوف كده مع بعض، مفصل الكتف اكثر استقرارا من مفصل الفخذ؟ لا، مفصل الفخذ عندي اكثر استقرارا لان التجويف بتاعه اكبر. تمام كده، لكن الكتف عندنا اكثر سطحيه وفي ليزا معرض للخلع. طيب باء، عظمه الترقوه هي العظمه الطويله الوحيده التي تقطع الجسم افقيا؟ صح، دي هي الوحيده اللي بيكون عندي بالعرض. تمام. اغلب العظام يا اما مقوسه يا اما عموديه. تمام. لكن هي الوحيده اللي عندنا هنلاقي ايه؟ بالعرض، وبكون على شكل حرف اس. مفصل الركبه اكثر مفاصل الجسم عرضه للخلع؟ لا خطا، ده مفصل الكتف. تمام. تتصل عظمه القص بالهيكل المحوري
فقط، ولا اتصل بالهيكل الطرفي، لما اتصل عندنا بالهيكل الطرفي من خلال الترقوة، فيبقى ده المستبعد، يبقى احنا عندنا ب. طيب نيجي مع بعض الرقم 77، جاي بيقول ايه؟ الشكل التالي يمثل قطاع عرضي في الهيكل العظمي في الوضع التشريحي لجسم الانسان. لو لاحظنا مع بعض يا شباب شكل الفقرة ديت على طول مش فقرة نموذجية، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن منطقة ظهرية او القطنية، يعني الفقرات الظهرية او القطنية، حاجة من الاتنين دول، لا تنفع عند عنقية ولا تنفع جزئية ولا عصعصية، يبقى احنا كده استبعدنا اغلب الخيارات ففضل معانا خيارين. طيب لكن ما هو سين والجزء التاني اللي جنب منه؟ شكلهم بيدي ان هما عظمتين. طيب هل ممكن يكون ضلوع؟ لو ضلع كان اداني ان هو متصل بقلب الفقرة بالمنظر ده كده، اتصال مباشر لو احنا بنتكلم عن ظهرية، لكن ما فيش اتصال مباشر، فبالتالي يبقى احنا نستبعد ظهرية. طيب تعالوا كده نشوف الأسئلة بتاعتنا. افحص الشكل ثنائيا ثم اجب. إلى أي نوع من الفقرات تنتمي الفقرة الموجودة بالشكل المقابل؟ عنقية استبعدها، ظهرية الفقرة النموذجية فتمشي معانا ظهرية، نحدد مؤقتا، قطنية تمشي معانا نموذجية برضو قطنية، عجوزية مستبعدة، يبقى أنا كده عندي الخيار من بين اتنين. طيب نيجي نشوف مع بعض هل تنفع ظهرية ولا قطنية، مين فيهم الأصح؟ لو احنا جينا بصينا قلنا الظهرية لازم أشوف ضلوع، لازم ال 12 الاقي فيه ضلع متصل وانا ما عنديش، فبالتالي استبعدت الظهريه فاصبحت عند القطنيه. طيب ايه العظمتين اللي ممكن يكونوا قريبين ليها كده بالمنظر ده كده؟ لو جينا في منطقه البطن ايه الاعضاء اللي ممكن تكون، لو احنا قلنا جسم الانسان بالمنظر ده كده مثلا، هيبقى مين اللي موجود عندنا هنا؟ دول الذراعين، فبالتالي ممكن يكون عندي العظام اللي موجود على كلا الجانبين اللي هو ايه، عظمتي الساعد اللي هم الزند والقعبرة، تمام. طيب ايه البدالة التالية تمثل العظمة المشار اليها بسين؟ فعلا اهو حتى هنا وضحها لي في جزئية الضلع، الضلع استبعدنا خلاص فوق، قص برضو مستبعد عندنا، يعني لو قص هيطلع لي هنا في المنطقة دي مش هيطلع لي على الجانبين، مش هيتكرر معايا. طيب نيجي نبص نلاقي زند وكعبره، يا ترى مين في الاثنين؟ هل الزند ولا الكعبره؟ طبعا اللي يكون عندنا الاكبر حجما يبقى احنا بنتكلم عن س. نيجي مع بعض عندنا الرقم 78، عدد المفاصل توجد بين سلميات الطرفان العلويان يساوي، عدد المفاصل توجد بين سلميات الطرفان العلويان، تمام. طيب الطرف العلوي الواحد احنا عرفنا ان مع بعض موجود في السلميات، احنا عندنا 14 سلمية، ممكن تعدهم كده مع نفسك بين السلميات ال 14، انا همسك ايدي عن نفسي ما عدتهمش قبل كده، عدهم تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام، ادي كده 9 في الايد الواحدة لان انا عندي 14 سلمية، في كل اصبع في 2 ما عدا اصبع الابهام اللي هو الكبير في 1، فبالتالي يبقى انا عندي 8 و1 يبقى 9، واليد الثانيه يبقى انا كده عندي الاجمالي كام يا شباب؟ عندي 18. نيجي مع بعض الرقم 79، بيقول لي بفرض ان عدد عظام الهيكل المحوري في جسم فتاه في سن ال 20 يساوي س. طيب الهيكل المحوري احنا عرفنا قد ايه يا شباب؟ عندنا 80، يبقى انا عندي 80 بتساوي س. طيب فان العلاقه الرياضيه تعبر عن عدد عظام الهيكل الطرفي، الهيكل الطرفي عندنا كام يا شباب؟ الهيكل الطرفي ها عارفهم كام؟ برافو عليك، 126، تمام، لنفس الفتاة هي. طيب انا عندي 80، انا عندي 80 عايز اخليها بتساوي يعني اشوف كام سين عشان تطلع معايا 26. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض، هل هي 3 سين ناقص 8؟ 3 في 80 ب 240، 240 ناقص 8 هتنفع ب 126 مستبعد، 3 سين ده عندنا 3 في 8 ب 24، يبقى 240 ناقص 16 برضه مش هتيجي، 2 سين 2 سين يعني ب 160، 160 ناقص 34 هتطلع معانا 100، فعلا 126، يبقى انا هنختار دي، انما التانية والتالتة طبعا هتبقى عندي مستبعدة لان التالتة لا تصلح. طيب نيجي مع بعض بالنسبة للرقم 80، بيقول لي جميع العبارات التالية صحيحة ما عدا، كل اللي جاي ده صح ما عدا، ناخد بالنا من كلمة ما عدا. جاي بيقول لي مفصل الفخذ أكثر استقرارا من مفصل الكتف، صح. التجويف الحقي أكثر اتساعا وأكثر عمقا من الاتنين سواء كده أو كده، صح. يكون الابهام جهة الداخل في الوضع التشريحي، لا احنا اتفقنا الابهام بيكون في الوضع التشريحي جهة مين؟ الخارج، فيبقى ده عندنا خطأ. عدد النتوءات الشوكية في العمود الفقري يساوي 23 نتوء شوكي، تمام كده، اللي هم الفقرات المتمفصلة ناقص العنقية، فده عندنا برضو صح. طيب نيجي بعد كده عندنا بالنسبة للرقم 81، يتصل الطرف السفلي بالعمود الفقري عن طريق الفقرات، الطرف السفلي متصل بالعمود الفقري عن طريق الفقرات، اي فقرات؟ طبعا عندنا شباب هتكون اي فقرات، الفقرات العجوزيه، العصوصيه مفيش اتصال، فنشيل العصوصيه مستبعده، والقطنيه دي اللي هي في منطقه الاحشاء او البطن فلا تصلح.
نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 82، أكبر عظام الجسم حجما، طبعا هكون عندي عظمة الفخذ. طيب عدد التجاويف الموجودة في الطرف السفلي واحد. ها خدنا السؤال ده قبل كده يا شباب لما كنا بنشرح، اتفقنا ان كلمة طرف سفلي يبقى صفر، انما لو قلت هيكل طرف سفلي يبقى انا هاخد واحد بس اللي هو تجويف حقي. طيب اي الاشكال التالية تعبر عن شكل حوض جسم فتاة في سن العشرين؟ طبعا حوض فتاة في سن العشرين يا شباب بيكون عندنا اكثر اتساعا من فوق، تمام كده، فدور على الاتساع يكون من الاعلى، طبعا مش هيكون مساوي في قيم الاجناب ولا يكون ضيق من فوق وبعد كده عرضه من تحت، لان احنا بنتكلم عن حوض. وحتى الحوض بتاع الذكر برضه نفس الوضع، يعني لو حتى برسم حوض الذكر هرسمه نفس الشكل، لكن لو بنرسم ذكر وانثى تمام بتاع الذكر هنعمله اقل شويه من ده، يعني الدايره بتاعته هتبقى اقل شويه تمام وطويل عنه، الانثى هتبقى اقصر والذكر طويل، يعني لو حبيت ارسمها مثلا هبقى الذكر كده اطول شويه واقل ايه في الاتساع، تمام كده، لكن احنا حاليا بنتكلم عن انثى فنختار مع بعض مين ب. نيجي مع بعض بالنسبه لرقم 85، جايبه ليه؟ الاختيار الادق الذي يعبر عن حاله المفصل الموجود بالشكل بالنسبه للهيكل العظمي في جسم الانسان. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف عندنا نوع الهيكل، هل طرفي ولا محوري؟ نوع الهيكل بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه هيكل طرفي ولا هيكل محوري؟ طبعا احنا بنستبعد مع بعض محوري، تمام، فيبقى احنا عندنا طرفي، فيبقى احنا عندنا بنتكلم عن ألف وجيم. طيب نيجي مع بعض واحدة واحدة بقى، لو جينا هل هو منظر خلفي ولا منظر أمامي؟ طبعا واضح معانا كده من المنظر هنا الشظ الخارجية يبقى ده منظر أمامي، تمام كده، لأن اللقمتين مش واضحين أو عندنا، فبالتالي شايف إن الجزء ده كله ده جزء اللي هيكون فيه عظمة الردفة، يبقى المنظر اللي قدامي ده منظر أمامي، فكده أنا استبعدت أ ففضل معانا ج. طب نتأكد من الجزء الأخير ده طرف أيمن ولا أيسر؟ ده فعلا عندنا طرف أيمن، يبقى إحنا فعلا اختيارنا الج كان صح. نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 86، أي المخططات البيانية التالية تعبر عن عدد العظام المكونة لكل من رسغ اليد ورسغ القدم في شخص بالغ؟ رسغ الإيد إيه؟ 8، رسغ القدم كام؟ 7، لأن إحنا اتفقنا إن ده الفرق ما بين اليد والقدم بالإضافة للردفة. طيب لو إحنا بقى جينا بنقول رسغ اليد اللي هو الغامق، رسغ اليد الغامق يبقى أنا عايز العمود الأكبر في رسغ اليد، هنا عمود أصغر ما ينفعش، مساوي لأ، رسغ اليد عندنا هنا أكبر بس هنا تقريبا النص فلا يصلح، ناخد هنا ده يمشي، ولو حبينا نعد 1 2 3 4 هنيجي نبص نلاقي تقريبا ده إيه؟ دول 7 وده 8، فيبقى إحنا عندنا نختار الدال. نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 87، جاي بيقول لي العظام التالية تتصل بثلاث أنواع مختلفة من العظام، مين من دول متصل عندي بثلاث أنواع مختلفة من العظام؟ هل الضلوع؟ الضلوع متصل عندي بالقص ومتصل عندي بالفقرات نوعين. طيب الفخذ؟ الفخذ متصل عندي بعظام طويلة ماشي اللي هي القصبة، عظام مسطحة زي الحوض، وعندنا الردفة فيها ثلاث أشكال. طيب نيجي مع بعض العضد، العضد متصل بالزند والكعورة والاتنين نفس الوضع ماشي، وروح الكتف لأ نوعين بس، الردفة متصل عندي بنوع واحد اللي هي عظمة الفخذ، الفخذ هي أفضل إيه الإجابات اللي عندي. نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 88، جاي بيقول لي إيه البدائل التالية تعبر عن الترتيب الصحيح للعظام، الحاجز العان العضد الزند الفقرة 17 من أعلى إلى أسفل حسب مكان وجودها بالجسم، حسب مكان وجودها في قلب الجسم، انا عايز ترتيب من اعلى لاسفل، يعني ايه اللي يبقى فوق وايه اللي يبقى تحت. طيب لو احنا جينا مع بعض كده واحده واحده، العضد قبل الزند، العضد قبل الزند، والفقره 17 ده هيكون هيبقى عندنا العضد قبل الزند، بس الفقرة 17 في الترتيب بتيجي قبل الزند، فيبقى احنا عندنا 17 هتبقى قبل الزند، يبقى احنا عندنا ده الأول وده بعدها وده بعدها. طيب نيجي للعجز والعانة، مين اللي قبلهم؟ العجوزية قبل العانة، العجوزية قبل العانة، تمام، يبقى احنا عايزين العضد في الأول، العضد في الأول 17، يبقى احنا بقى وجيم، واحنا قلنا عندنا من على الدور الزند تمام والعجز والعانة مظبوط، يبقى احنا عندنا الاختيار جيم. نيجي مع بعض عندنا بالنسبة لرقم 89، جايبوا لجميع البدائل التلاتة تساوي عدديا مع بعضها البعض ما عدا، كل دول بتساوي مع بعض في العدد ما عدا، الفقرات العنقية 7، رسغ الإيد 8، الساعد وراحة اليد، الساعد ب2 وراحة الإيد عندنا ب5 يبقى 7، رسغ القدم ب7، يبقى احنا هنستبعد عندنا رسغ اليد لأن هو ايه ب8.
نجمع بعد الرقم 90. بقول ادرس الشكل المقابل ثم اجب. الشكل امامك يعبر عن منظر ايه؟ طيب واحدة واحدة كده يا شباب، هل ده منظر امامي ولا خلفي؟ هنيجي نبص ليه الحتة العانة متدارية ورا الحرقوفة بتاعتنا، يعني الحرقوفة عندنا قطعة الحرقوفة مغطية عليها من هنا، يعني العانة هناك، يبقى انا كده ببص لواحد من منظر خلفي، يبقى انا كده بتكلم عن باء وعن دال، استبعدنا الف وجيم. طيب هنيجي نشوف مع بعض، يا ترى ده طرف ايمن ولا ايسر؟ طبعا بالمنظر قدامنا احنا بنبص لواحد من الخلف، فبالتالي ده الجانب الايسر عندنا، يبقى ده طرف ايه؟ ايسر، يبقى احنا نشيل الباء. طيب نيجي مع بعض الرقم 2، جاي بيقول لي عدد العظام المكونة للمفصل المشار اليه بالرمز سين. بالرمز سين المفصل اللي قدام مننا، يا ترى كام قطعة عظمية مشتركة فيه؟ طبعا احنا بنعتبر الحوض عظمة واحدة والفخذ عظمة واحدة، فبالتالي يبقى احنا عندنا بنتكلم عن عظمتين فقط. طيب نيجي مع بعض النقطة رقم 3، جاي بيقول لي فيها ايه؟ اي مما ياتي غير صحيح بالنسبه للعظمه صاد. العظمه صاد ايه اللي جاي ده غير صحيح؟ طيب اطول عظمه في جسم الانسان، صح. طرفها السفلي بين نتوءان كبيران، مظبوط، ماشي، اللي هما اللقمتان. طرفها السفلي يرتبط باربع اربطه صليبيه، لا هو بيرتبط باتنين، فكل رجل فيها اتنين، انما اربعه دي لا، يبقى دي اتنين بس، يبقى ده عندنا غير صحيح. تمام، تشارك في تكوين مفصلين احدهما واسع الحركه والاخر محدود الحركه. تمام، واسع الحركه فوق ومحدود الحركة عندي في الأسفل. نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 91، أي البدائل التالية تعبر عن ترتيب التصاعد الصحيح للعظام التالية؟ تصاعد يبقى احنا عايزين من تحت لفوق، من تحت لفوق. طيب من تحت لفوق يبقى كده عظام الزند، أمشاط القدم، الكعبرة، أمشاط اليد، الشظية. طيب يبقى احنا كده من تحت لفوق هناخد ايه الأول يا شباب؟ من تحت لفوق، ها قال لي اول حاجة عندنا في امشاط القدم، ده رجلينا، فيبقى دي رقم واحد. تمام، طيب مين بعد كده؟ عندنا الشظية، ماشي، الشظية، ايوه الشظية دي رقم اتنين. تمام، بعد كده مشط اليد رقم تلاتة، مشط اليد رقم تلاتة. بعد كده هناخد عندنا الكعبرة وعندنا الزند، الكعبرة بتسبق الزند لأن الكعبرة متصلة عندي من أسفل، فيبقى دي رقم أربعة، والزند هيبقى رقم خمسة. طيب أمشاط القدم، لأ في حاجة مش مظبوطة هنا، أنا كاتب كله أمشاط اليد، لأ في حاجة مش مظبوطة. تمام، يبقى احنا كان المفروض يعكس في الحتة دي، ماشي، أكيد يعني حصل خطأ. طيب نشوف كده مع بعض، الزند آخر واحدة، الزند آخر واحدة، ماشي، هنا الزند دي الواحدة الأخير، والكعبرة، الشظية، لا في حاجة مش مظبوطة هنا، في حاجة مش مظبوطة، يعني احنا عايزين ترتيب تصاعدي، يعني من أسفل إلى أعلى، من أسفل يبقى القدم تحت، تمام، وبعد منه هنطلع هنلاقي عندنا الشظية، لأن القصب والشظية الاتنين اللي في الرجل، نخلص الرجل نطلع بعد كده على مشط الإيد. يقابلنا ونلاقي عندنا الزند والكعبرة، الكعبرة متصلة من أسفل تمام بالرزغ، والزند غير متصل، فدي تسبقه في الاتصال. خلاص كده انت عرفت الترتيب، لكن الإجابات اللي هنا فيها مشكلة. طيب نيجي مع بعض بالنسبة للرقم 92، جاي بيقول لي يا شباب أي تركيب الهيكلية التالية تتكون من جزء عظمي وجزء غضروفي اللي ده في سن العشرين؟ طبعا جزء عظمي وجزء غضروفي. تمام، هنلاقي عندنا القص في الاتنين مظبوط، الجزء السفلي والغضروفي، والأنف بتاعتنا فيها جزء عظمي وفي جمجمة وجزء غضروفي اللي هو البارز، والأذن في العظام بتاع الأذن عظمية، والجزء الخارجي اللي هو صوان الأذن ده غضروفي، فبالتالي هنختار كما سبق، والسؤال ده شفناه قبل كده في الشرح. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 93، جاي بيقول لي إذا علمت أن التعرض للشمس يزيد من معدل تصنيع فيتامين د، تمام حلو، والذي بدوره يزيد من معدل امتصاص الكالسيوم في الامعاء، وده عشان احنا الاطفال بيقول لك ادي لهم فيتامين د عشان العظم بتاعهم يبقى قوي، ليه؟ لان الفيتامين د بيزود من ترسب الكالسيوم في العظام، لكن ما ينصحش بتناوله بكثره تمام بدون استشاره طبيه. طيب فهي الاشكال البيانيه التاليه تعبر بشكل دقيق عن العلاقه بين مده التعرض للشمس تمام محور السيني وصلابه النسيج العظم، اكيد يعني علاقه طرديه، هاخد اتعرض للشمس هصنع فيتامين د، زاد فيتامين د زاد امتصاص الكالسيوم زاد قوه وصلابه العظام، فيبقى العلاقة الطردية ما بينهم، فبالتالي هدور على علاقة طردية، مفيش عندي طردي إلا اللي ألف بس. نيجي مع بعض من رقم 94، المخطط البياني التالي يعبر عن نسبة أملاح الكالسيوم في بعض الأنسجة الهيكلية لجسم الإنسان، واحد نسبة الكالسيوم عالية أقل أقل.
طيب أي الرموز السابقة تعبر عن نسبة الكالسيوم في كل من النسيج الضام المكون لعظمة الفخذ للسيدة سليمة، والنسيج الضام المكون لعظمة الفخذ للسيدة تعاني من الهشاشة، والنسيج الضام مكون لصوان الأذن؟ صوان الأذن هيبقى عندنا أقل واحد اللي هو جيم، تمام، وهشاشة عظام هيبقى كالسيوم أقل، يعني جاي معانا بالترتيب أ ب ج أ ب ج، يبقى احنا هنختار ج. طيب نيجي مع بدر 95، جاي بيقول ايه؟ معدل التئام النسيج الغضروفي بطيء، ليه؟ لما فيش فيه أوعية دموية، تمام، فبالتالي وصول الغذاء بيوصله بالانتشار. طيب ماشي، ويعمل النسيج الغضروفي دائما على حماية العظام دائما؟ قلنا دي لا، خطأ، لأن في بعضه عندنا ملهوش دور في الحماية، تمام كده، زي صوان الأذن ما بيحميش لكن بيساعد في التقاط الصوت للأذن، تمام. عندنا الأنف برضه بتحمي الطرف الأمامي وبتساعد عندي في عملية التنفس، القصبة الهوائية بتساهم عندي في دخول الهواء، بدخول الهواء. طيب فالعبارتان صحيحتان وبينهما علاقة، العبارتين صحيحتين وبينهما علاقة، يبقى عندنا العبارة ديتي ماشي، الأولى صح لكن التانية كانت لأ، فيبقى الأولى صحيحة والتانية خطأ، يبقى احنا نختار باء. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 96، جاي بيقول لي الخطأ الموجود بالشكل. طيب جايب لي شكل س قطاع معين، ماشي، نقرأ الأول أهو. الشكل المقابل هو ده منظر ميكروسكوب للنسيج المكون للجزء السفلي من عظم القصاص، يبقى ده غضروف. طيب الخطأ الموجود بالشكل هو عائد دموي، لو احنا بنتكلم الدوائر دي كده يبقى ديت أوعية دموية، فبالتالي يبقى فيها لا يحتوي على أوعية دموية. أنه يحتوي على ألياف؟ لا، في ألياف كولاجين وأليستين. وجود مسافات بينية بين الخلايا؟ لا، في مسافات بينية موجودة، تمام. طيب وجود أوعية دموية؟ فعلا ما فيش أوعية دموية موجودة فيها. وجود خلايا حية بها أنوية؟ لا، موجود في خلايا حية. طيب نيجي مع بعض رقم 2، أي البدالة التالية تعبر عن المادة البين خلالية اللي هي بين الخلايا، يعني فين هذا النسيج؟ صلبة مرسب بها كالسيوم؟ لأ، صلبة وغير مرسب بها كالسيوم؟ أيوه هي صلبة، وممكن نقول لي لينة شوية أو فيها نسبة مرونة. شبه صلبة تمشي معانا، يعني بتبقى في النسيج الدهن الوصف بتاعها أفضل يعني، لكن هي بصفة عامة هي صلبة يعني، تمام. طيب فدي أفضل واحدة، إنما مسائلة برضه مستبعدة. طيب نيجي مع بعض رقم 3، جاي بيقول أي البدالة التالية تعبر عن الخلايا المشار إليها بالرمز سين؟ خلايا المشار إليها ده خلايا غضروفية طبعا، لأن احنا بنتكلم عن نسيج غضروفي، فبالتالي يبقى خلايا غضروفية. نيجي مع بعض رقم 97، تشترك عظمة العضد، عظمة العضد مع صوان الأذن في نوع النسيج، ماشي. طيب نعيد كده، نسبة أملاح الكالسيوم العضد فيه أعلى لكن صوان الأذن منخفضة جدا، درجة التبادل الغازي ديت بشكل مباشر مع الدم، تمام، لكن صوان الأذن ده غضروفي بالانتشار وامتصاص المواد الغذائية بالانتشار من الأعضاء المجاورة أو العظام المجاورة. نوع النسيج الاتنين كده، يا إما نسيج ضام رغم ده عظم وده غضروف، بس الاتنين أنسجة ضامة، درجة الصلابة ده صلب وده لين أو أقل صلابة. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 98، جايب لي شكل الجمجمة، تمام، وده شكل العظام اللي موجودة، حلو. عدد العظام في الشكل، لو أنا بتكلم عن الشكل ككله، جاب لي جمجمة كاملة، تمام، واحد هيقول على 29، أقول له برافو عليك بس خد بالك ضحك عليك وجايب لك فقرة، والفقرة دي كمان فيها نتوء، الفقرة دي فيها نتوء، تمام كده، فبالتالي الرسمة دي هتعمل معانا مشكلة، تمام. ليه؟ لأن احنا عندنا الجمجمة كاملة فيها 29، وطالما جاب لي فيها نتوء شوكي يبقى أنا كده أخدت واحدة، الفقرة الأولى مفيش فيها نتوء شوكي والتانية يبقى أنا كده المفروض عندي 31، تمام كده. طيب نيجي مع بعض رقم 2، نوع المفصل عين في الشخص البالغ، عين ده بيكون مفصل زلالي، ماشي، مفصل زلالي، لأن المفصل ده أحيانا بعض الناس بيحصل لها خلع، لو مثلا مصارعة ولا في شكل ولا حاجة، فممكن ناخد خبطة في قلب الفك السفلي فيحصل خلع من هنا، تمام. طيب نوع المفصل بين العظمة س وص، س وص، يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن فقرة، تمام كده، بس كده الفقرة مين؟ س وص مفيش بينهم اتصال يا شباب، س وص يمكن هو يقصد يا شباب ان دي الفقرة الأولى، بس كان المفروض ما يترسمش نتوء شوكي هنا، تمام كده، كان المفروض هنا اللي يرسم نتوء ايه؟ شوكي، معايا؟ طيب لأن طالما ظهر نتوء شوكي وظهر معانا كده وبارز، يبقى احنا كده بنتكلم عن الفقرة التانية مش الأولى، تمام، لكن ممكن نفترض ان هو يعني ايه، معتقد ان هي الفقره الاولى، فلو افترضنا ان هي الفقره الاولى مع الجمجمه يبقى احنا بنتكلم عن مفصل برضه زلالي، تمام كده. طيب نيجي مع بعض بالنسبه للرقم 99، جاي بيقول المخطط البياني التالي يعبر عن عدد العظام في بعض مفاصل الطرف العلوي في جسم الانسان، اي الخيارات التاليه تعبر بشكل دقيق عن هذه المفاصل؟ طيب الف وباء وعدد العظام مكون مفصل 2 و3، عدد العظام المكونة للمفصل، وعندي 2 و3. طيب نيجي مع بعض كده واحدة واحدة، رمز المفصل وجايب لي ألف وباء،
مفصل الكتف، الكوع، الكوع، الكتف. طيب اسم المفصل. طب احنا نشوف مع بعض، احنا عندنا لو مفصل الكتف عظمتين بس، مفصل الكتف عظمتين، فبالتالي ألف ثلاثة لا لا يصلح، يبقى ده مستبعد خلاص. ماشي مستبعد. طيب باء مفصل الكوع تمشي معانا، تمشي معانا تمام. طيب ألف مفصل الكوع، مفصل الكوع تمشي معانا، يبقى الاتنين دول يمشوا معانا مؤقتا تمام. طب باء مفصل الكتف تمشي معانا، يبقى احنا كده التلاتة دول حتى الآن ماشيين معانا. طيب نيجي مع بعض كده، هل يا ترى مين فيهم مفصل الكوع زلالي واسع الحركة؟ واسع الحركة الكوع؟ لا ده محدود، فبالتالي بقى مستبعد. طيب مفصل الكوع زلالي محدود؟ ايوه صح. مفصل الكتف زلالي محدود؟ لا ده واسع، يبقى احنا استبعدنا ده كمان، فيبقى احنا عندنا مفيش الا جيم بس. نيجي مع بعض لرقم 100، توجد انسجة ليفية بين عظام الجزء المخي من الجمجمة لطفل حديث الولادة. تمام، الانسجة الليفية، انسجة ليفية تمام مش صح. وجميع مفاصل الجمجمة لهذا الطفل لا تسمع بحركة؟ لا غلط، المفاصل دي بالذات في المرحلة الأولى دي عشان تسهل عملية الولادة وتسمح بنمو الدماغ بعد كده تمام. فبالتالي يبقى الجزء الأول من العبارة صح والتاني خطأ، الأول صح والتاني خطأ، يبقى احنا عندنا بقى. طيب نيجي مع بعض الرقم 101، جاي بيقول لي أي المفاصل الآتية تسمح بحركة العظام في مستوى واحد فقط، في مستوى واحد فقط. الكتف لأ، واسع والرسغ لأ، في أكتر من مجال أو مستويين. الركبة ماشي واحد، الفخذ لأ، يبقى مفيش عندنا إلا الركبة فقط. طيب نيجي مع بعض الرقم 102، أي المفصل التالي يشبه الشكل المقابل من حيث محور الحركة؟ من دول فاحنا عندنا دلوقتي الشكل ده يمشي معانا في الكتف، لا كرة وحركة ما ينفعش، ولا الفخذ مستبعدين، ولا الرسغ تمام، مفيش عندي إلا الركبة بس اللي تمشي. طيب 103، النسبة بين عدد الأربطة التي تتصل بعظمة الفخذ وعدد الأربطة التي تتصل بعظمة الشظي. الشظي عندها واحد، والفخذ عنده كام يا شباب؟ الفخذ عندنا متصل بيها حد يقول أربع أربطة تمام كده، يبقى احنا عندنا أربعة إلى واحد. طيب نيجي عندنا ل104، جاي بيقول في شكل مقابل، طبعا ده منظر أمامي تمام، الارتفاق العيني واضح معانا ماشي. عدد العظام في الشكل، خد بالك ان هو شايل الايه العصعصية، شايل العصعصية، وده هنحسبه بواحدة وده هنحسبه بواحدة، يبقى احنا كده بنتكلم عن كام عظمة يا شباب؟ عديت كام؟ واحدة. يقول لي تلاتة، اقول له برافو عليك، بس خد بالك كمان ان هو جايب لي اخر فقرة متحركة معايا. ايه اللي عرفك؟ المفصل اللي موجود، يبقى هو شال العصعصية، جاب لي العجوزية اللي بتعتبر بواحد، وجاب لي فقرة متحركة، وكويس ان هو ما جابش تلاتة، لان لو جاب تلاتة هنا كان بعض الطلبة هتختار تلاتة، مش هينتبه للمفصل او القرص والظروف اللي موجود. فيبقى احنا عندنا قرص واحد، يبقى دي فقرة متحركة او متمفصلة، والعجوزية بواحد، واتنين للحوض، يبقى احنا كده بتكلم عن اربع. طيب نيجي مع بعض الرقم 2، جايبولي عدد المفاصل الزلالية الموجودة بالشكل المقابل يساوي، عندي كام مفصل زلالي؟ تمام، كام مفصل زلالي؟ طيب انا عندي هنا مفصل اللي فيه القرص الغضروفي بيكون في نسبه زلال، برضه هنا الارتفاق العاني هيكون في نسبه زلال، غالبا المفاصل الغضروفيه يا شباب بيكون فيها نسبه زلال، اي مفصل غضروفي غالبا بيكون مع نسبه زلال تمام، لكن الجزئيه دي مش واضحه عندنا في المنهج، فبالتالي يبقى احنا عندنا هنا مفصلين واضحين من القرصين، يبقى 2. طيب عدد المفاصل الغضروفيه الموجوده بالشكل المقابل، مفصل غضروفي، مفصل غضروفي تمام، برضه هنلاقي عندنا مفصلين الاثنين، يبقى هم مفاصل غضروفيه وفي نفس الوقت زلاليه ماشي. طيب لان الزلال بيكون مع الغضروف عشان يسهل عمليه ايه الحركه. نيجي مع بعض رقم 4، اي البدائل التاليه تمثل التركيب المشار اليه بالرمز سين. الرمز سين يا ترى بيمثل ايه؟ طيب هل يمثل عندنا غضروف ولا وتر ولا رباط ولا عدم؟ طيب كده واحده واحده، سين ده خط ماسك من الحرقوفه ل عظام العانه، يعني ماسك من اللي هنا، ايه اللي بيربط ما بين يعني اعمل حاجه تربط ما بين الاثنين، فبالتالي غضروف ما هوش موجود لان عندي الغضروف هنا اهم. وتر، الوتر ده بيكون بين عضله وعظمه في مستبعد، وعقده ده هيكون جوه العظام، فبالتالي ما عنديش الا رباط بس. نيجي مع بعض بالنسبه للرقم 105، جايب بيقول لي جميع البدائل التاليه تتساوي عدديا مع بعضها ما عدا، كل دول قد بعض في العدد ما عدا مين؟ طيب نيجي نشوف عدد الاربطه الصليبيه في طرف واحد 2، عدد تجاويف الطرف العلوي، عدد تجاويف الطرف العلوي
الطرف العلوي ما حددش، بس يبقى انا كده عندي طرف علوي ايمن وايسر، يبقى انا كده عندي 2. عدد تجويف الطرف السفلي ده 0، تمام. ما قالش هيكل، خد بالكم ما قالش هيكل هنا ولا هنا. عدد عظام الحوض برضو عندي 2، فبالتالي هنا كله 2، انما ده الواحد اللي 0، انا تالي هختار ج. نيجي مع بعض الرقم 6، 106. الشكل المقابل يعبر عن الاسطح المتمفصله، خد بالكم اللقمتان واضحين قوي، لمفصل الركبه في الانسان. افحص الشكل الجديد ثم اجب. طالما اللقمتان باينين عندي الجزء الثاني، لما تجد منظر الامام هتلاقي الحته دي تحس ان هي كانها ايه، واضحه معاك قوي، تمام، اللي هي مكان الردفه، لكن هنا ما هيش واضحه، فبالتالي يبقى منظر قدامنا ده منظر خلفي. يبقى اول حاجه عرفنا انه منظر خلفي، فبالتالي هستبعد امامي وامامي. طيب الشظى يكون للخارج، يبقى انا كده بتكلم عن طرف ايمن ولا ايسر، يبقى انا كده بتكلم عن طرف ايمن، استبعد دي. طيب نيجي مع بعض عندنا بالنسبه لرقم 2 تبع 106، 2 جاي بيقول لي ايه؟ جاي بيقول لي التركيب الهيكلي المشار اليه بالرمز سين. سين سين دوت مشور على ايه يا ترى؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. يمثل هنا مش واضحه معايا، بس طالما احنا بنبص المنظر الخلفي ده بيتهيألي اعتقد الرباطي، الرباط الصليبي الخلفي، اعتقد يعني ده الخلفي، لان هو اللون دخل في بعضه. لو عملنا زوم عليها كده نحاول، اللون مش واضح معانا، فبالتالي غالبا يعني هنديها بالشبه كده ان ده غالبا هيكون الرباط الصليبي الخلفي، تمام. يبقى احنا عندنا رباط صليبي خلفي. طيب نيجي مع بعض كده دي 106، يبقى احنا بنتكلم مع بعض 107. افحص الشكل، طبعا ده منظر امامي، تمام، واضح معانا طالما الارتفاق العيني واضح. عدد العظام المكونه للشكل تتساوى عدديا مع العظام المكونه للشكل. انا عندي كام عظمه؟ 1 2 3، يبقى انا كده 4. الاساسيه موجوده، يبقى هنا 2 وهنا 2، يبقى كده 4. طيب يا ترى الاربعه عندنا مساويين لمين؟ عدد عظام الجزء الخلفي للجمجمه؟ لا، 8. عدد السلميات في الابهام؟ 2. على العظام المكونه للحزام الصدري، الحزام الصدري ما حددش ايمن ولا ايسر، يبقى انا كده بتكلم عن 2. الحزام الصدري فعلا عندي 2 ايمن و2 ايسر، اللوح كتف والترقوه، يبقى انا كده عندي 4. رقم الفقره المتمفصله ليس لها نتوء شوكي، ليس لها نتوء شوكي متمفصله، يبقى انا كده بتكلم عن الفقره الاولى، لا، يبقى احنا عندنا مفيش الا الجيم فقط. نيجي مع بعض رقم 2، بيقول عدد المفاصل الموجوده بشكل يتساوي عدديا مع. طب تعالوا كده نشوف مع بعض عدد المفاصل. هنلاقي عندنا هنا مفصل، ده بتاع الارتفاق العني، عندنا هنا مفصل 2 اللي بين العجز والعصاص، عندنا هنا مفصل ما بين عظمة الحوض اليمنى مع العجوزية واليسرى مع العجوزية، يبقى أنا كده بتكلم عن 4 مفاصل موجودين، يبقى عدد المفاصل عندي كام؟ 4. طيب الأربعة دول مساويين لعدد السلميات، عدد السلميات لأي إصبع 3 مع عدد الإبهام 2. عدد النتوءات المفصلية في الفقرة القطنية الثالثة، الفقرة القطنية الثالثة عندها نتوء مفصلي أمامي 2 وخلفي 2، يبقى كده تمشي معانا باء. عدد أزواج الأعصاب الشوكية العجوزية، الرقم ده حتى مش موجود عندي عشان أعرفه. عدد التجاويف الموجودة بالهيكل الطرفي، الهيكل الطرفي، الهيكل الطرفي فيه كام؟ ماشي، الهيكل الطرفي كله على بعضه 6، لأن محددش علوي ولا سفلي، فأنا عندي علوي 4 وسفلي 2، يبقى كده 6. لو كان قال لي العلوي كنت اخترته، تمام كده، الهيكل الطرفي العلوي كنت اخترته، هيبقى 4، لكن لم يحدد، فبالتالي بقى بس اللي تصلح معانا. نيجي مع بعض رقم 3، جاي بيقول لي نوع المفصل المشار إليه بالرمز سين. يا ترى الرمز سين ده أي نوع من أنواع المفاصل اللي موجودة؟ طيب لو جينا نقول ليفي مش ملتحم التحام تام، أي نعم فيه مفصل موجود، لكن لو كان ملتحم التحام تام كان يبقى نفس العظام ديت مع بعض قطعة واحدة، لكن ماهوش قطعة واحدة، واضح الاتصال اللي موجود، فبالتالي ليفي ما ينفعش. ولا غضروفي، غضروفي واضح معانا الغضروف اللي موجود. زلالي محدود الحركة وزلالي وسط الحركة، مفيش اللي عندنا زلالي محدود الحركة، تمام، ويعني الحتة دي مش واضحة عندنا أو في قلب المنهج بتاعنا، تمام كده، ونسبة الزلال فيه مش هتبقى ايه واضحة يعني. طيب نيجي مع بعض الرقم 4، بيقول نوع المفصل المشار اليه بالرمز صاد. صاد ده صاد واضح معناه ان هو مفصل ايه؟ غضروفي على طول، فبالتالي هنلاقي ندور على كلمة ايه؟ غضروفي. نيجي مع بعض الرقم 5، بيقول عدد النتوءات المستعرضة الموجودة بالشكل يساوي عدد النتوءات المستعرضة الموجودة بالشكل. طيب انا عندي كام نتوء مستعرض؟ ولا فقره من الفقرات عندها نتوء مستعرض، نتوءات مستعرضه بنشوفها في القطنيه وبنشوفها في الظهريه، فبالتالي ما هماش موجودين عندي في الفقرات الملتحمه، يبقى انا عندي اختار 0. طيب نيجي مع بعض الرقم 6، عدد النتوءات المفصليه الخلفيه، برضو نفس الوضع، انا ما عنديش مفصلي خلفي خالص، تمام، فبالتالي هنختار برضو 0. 108، اي العظام التاليه تشارك بنتوء واحد في تكوين مفصل زلالي محدود الحركه؟ أي العظام التالية تشارك بنتوء واحد، بنتوء واحد فتكون مفصل زلالي محدود الحركة؟ الزند،
ماشي، زلالي ومعدل الحركة. العضد ماشي، بنتوء واحد، والفخذ والقصبة ماشي. مين اللي عنده نتوء؟ كلمة نتوء عندنا يا شباب، يبقى احنا بندور عندنا على طول على مين؟ على العضد. تمام كده، يبقى العضد بس هو اللي فيه كلمة ايه؟ نتوء. اي العظام التلاتة تشارك بنتوئين، نتوئين يبقى عندنا على طول نتوئين عظمة الفخذ، النتوئين اللي موجودين فيه اللي هما اللقمتين اللي بيكونوا في الأسفل. تمام، فده الفخذ. طيب اي العظام التالية تشارك بتجويف، وده كان سؤال عندنا في الشرح وكان حصل فيه لبس، اعتقد هو نفس السؤال او لا مش متذكر، وعملنا الاجابة بتاعته في صندوق الوصف تحت. فده نيجي مع بعض كده واحدة واحدة. اي العظام التالية تشارك بتجويف، طالما قال لي بتجويف يبقى انا عندي مين العظمة اللي فيها تجويف؟ خدوا بالكم من كلمة نتوء وتجويف. تجويف دي بيكون في الزند ماشي، بيكون في الزند وبيكون في لوح الكتف، بيكون عندي فيه بتاع اللي هي عظام الحوض. تمام، دي التجويف اللي موجودة ماشي. النتوءات بتكون موجودة عندنا في العضد في نهايته، موجودة في الفخذ في نهايته. الفخذ بيكون فيه نتوءين، لكن العضد بيكون فيه نتوء واحد. ناخد بالنا من الحاجات دي عشان بعض الناس بيحصل عندها لبس فيها. تمام كده، فيبقى احنا عندنا طالما جاب لي التجويف يبقى احنا هنتكلم عن الزند. طيب ناخدها سكرين شوت كده عشان حلوين دول، ونبقى نبعتهم على الجروب. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقم 111. إذا علمت أن نسيج المسار إليه بسين نسيج ضام، يعمل على ربط نسيج سين وعين، فإلى ما يرمز كل من النسيج سين وعين؟ طالما سين وعين مختلفين ومش من نفس النوع، يبقى أنا كده بتكلم عن وتر، بربط ما بين نسيجين مختلفين، عظم وعضلات. طيب هو جاي بيقول سين وعين، يبقى عظم وعضلات أو عضلات وعظم، عضلات وعظم اللي هو جي. نيجي مع بعض رقم 102. يشترك الرباط الصليبي الأمامي مع وتر اخير في كل مما يلي ما عدا، يعني الاثنين شكل بعض في ايه؟ جاي بيقول لي انسجه ضمه ليفيه يدخل في تكوينهم بروتين الكولاجين بشكل اساسي، الاثنين دول ماشي صح. يتصل عند احد طرفيه باحد عضلات الجسم، لا احنا بالنسبه ليه الوتر اه لكن الرباط لا، فهنستبعد جي. يتصل عند احد طرفيه باحد عظام الجسم ماشي، سواء الوتر او الرباط الاثنين متصلين، فيبقى جيم بس لان هو بيتكلم هنا عن معادة. طيب نيجي مع بعض بالنسبه للرقم 113. جيبوا لي اي المخططات البيانيه التي تعبر عن مرونه كل من الرباط الصليبي الخلفي ووتر اخيل. تمام، الرباط الصليبي احنا عارفين المرونه بتاعته بتكون اكبر عن الوتر. تمام كده، يعني الوتر عندنا المرونه بتاعته قليله، فبالتالي تعرضه للتمزق بيكون اكبر ماشي. يبقى عندنا درجة المرونة بيكون في الرباط الصليبي أكبر، فبيتعرض لضغط يستحمل ضغط لحد أقصى درجة ليه، فبالتالي يبقى أنا هدور على الرباط الصليبي إن هو يكون أعلى من وتر أخيل. تمام كده، فبالتالي اللون مظبوط كده صح. طيب أي البدائل التالية تعبر عن اتجاه حركة الأجزاء س وص من القدم عند وصول إشارة عصبية منتظمة للعضلة التوأمية؟ طبعا لما العضلة التوأمية تيجي فبالتالي س هترتفع وص هتنخفض معايا. تمام كده، لان عند العضله الطمويه لما تنقبض هتسحب الوتر والوتر هيسحب عظمه الكعب، فبالتالي سين لاعلى وصاد لاسفل. تمام كده، فيبقى سين لاعلى سين لاعلى اعلى واعلى صاد لاسفل، يبقى انا هختار ب. نيجي مع بعض بالنسبه لي السؤال مش واضح الرقم سامحوني. الشكل المقابل يعبر عن اصابه في احد الطرف السفلي. تمام، عندي تمزق في الوتر اللي موجود. طيب التمزق ده محتاج عمليه، محتاج عملية. طب القدم اللي قدام يمنى واليسرى، الاصبع الكبير هنخليه ناحية الداخل، فيبقى انا عندي القدم دي قدم يمنى، فبالتالي هاخد قدم يمنى في الاتنين، يبقى انا عندي جيم والف دول يمشي معانا. طب يستخدم جبيرة ولا تدخل جراحي؟ لا، ده في تمزق مش التهاب، لو التهاب هنعمله جبيرة ونسيبه فترة يستريح يبقى الامور تمام، فبالتالي ميمشيش معانا الا تدخل الجراح. طيب نيجي مع بعض بالنسبة ليه السؤال مش فاكر مية وكام. اذا كانت التركيبان س وص من نفس النسيج، اه س وص من نفس النسيج تمام، يبقى احنا بنتكلم عن نسيج ضام مثلا، والتركيب بس من نفس النسيج والتركيب عين يربط بينهما، ماذا يمثل؟ طيب السؤال ده يا شباب فيه جزء ناقصه، هو موجود في كتاب الشرح. من نفس النسيج والنوع، من نفس النسيج والنوع. تمام كده، لان تفرق معانا من نفس النسيج يبقى دول انسجه ضامه. تمام كده، فممكن يكون س عظام وصاد غضروف ماشي ورا بعض. تمام، لكن هو بيقول لي عين بيربط بينهم، اه فعين بيربط بالاتنين. طب ما س ممكن يكون عظام وصاد عضلات، واللي بيربط بينهم عين ده يكون وتر. طب لام، انا ما اخدتش لام ماشي، ما هوش موجود عندي، ففي كلمه ناقصه هنا، نفس النسيج ونفس النوع،
نفس النسيج والنوع، تمام؟ لو رجعتوا للشرح هتلاقوا السؤال ده موجود هناك، فبالتالي اللام هيكون عندنا هو المفصل، تمام كده؟ بكده يا شباب نكون وصلنا مع بعض لنهاية الأسئلة الخاصة بالجزء الدعمة، أتمنى تكون الأسئلة يعني أجبنا عنها بشكل وافي، تمنيت لكم التوفيق ومتنساش تدعو أصدقائك إنهم يشتركوا ويشاهدوا الفيديوهات، عسى إن ربنا يكتب لكم التوفيق من عنده إن شاء الله، ونشوفكم دكاترة عن قريب، في رعاية الله، مع السلامة. Thank you.